السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد على قناة ومدونة زيمول التقنية، والذي من خلاله سوف نتعرف على تطبيق لهواتف الأندرويد سوف يفيدك حتما كمشاهد لليوتيوب على هاتفك. طبعا هذا التطبيق كما جاء من خلال العنوان سوف يمكنك من مشاهدة فيديوهات اليوتيوب في فيديوهات عائمة أو في بوب أب إن صح التعبير، يعني من خارج تطبيق اليوتيوب. إن كنت تتصفح تطبيقات أخرى أو كنت تتواجد على نوافذ أخرى في هاتفك الأندرويد، فسوف تستطيع أن تشاهد الفيديوهات على اليوتيوب في فقاعات عائمة أو في بوب أب، أو الفيديوهات سوف تكون على شكل فيديوهات عائمة في شاشة الهاتف. سوف تستطيع التحكم في حجمها، في جودتها كذلك، كما سوف تستطيع أن تقوم بإغلاقها. طبعا كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه من خلال تطبيق كما ذكرت للأندرويد، لكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معي. بالنسبة لهذا التطبيق فاسمه Floating Tube. هذا التطبيق سوف تجدون رابط تحميله أسفل هذا الفيديو. هو تطبيق مجاني ومتواجد على متجر جوجل بلاي، الرابط الخاص به كما ذكرت موجود أسفل هذا الفيديو. طبعا هذا التطبيق بإمكانك الدخول إليه ثم الدخول إلى الفيديوهات التي تريد أن تشغلها خارج اليوتيوب وتجعلها عائمة على شاشة هاتفك، أو بإمكانك مباشرة الدخول إلى اليوتيوب ثم جعل الفيديوهات التي تشاهدها يعني فيديوهات عائمة. سوف نتعرف على الطريقتين، لكن أولا دعنا نتعرف على الطريقة التي سوف تمكننا من تشغيل الفيديوهات على هذا التطبيق وكذلك على فقاعات عائمة أو على شكل فيديوهات عائمة إن صح التعبير. إذا ندخل إلى التطبيق، التطبيق كما ذكرت تطبيق مجاني. طبعا من هنا في مربع البحث سوف تبحث عن الفيديوهات التي تريدها أو عن القنوات التي تريد أن تشاهد الفيديوهات فيها. طبعا هذا التطبيق بإمكانك من خلاله كذلك مشاهدة الفيديوهات ليس فقط على شكل فيديوهات عائمة، بل كذلك يعني على شكل فيديوهات عادية، أي من داخل التطبيق نفسه. مثلا سوف نبحث عن قناتي ثم سوف أدخل إليها. طبعا عندما سوف تدخل إلى أي قناة يعطيك الفيديوهات الأخيرة التي قامت بوضعها كما تشاهدون معي. مثلا سوف ندخل إلى آخر فيديو وضعته، هذا هو هذا الفيديو كما تشاهدون معي. إذا ننتظر التحميل، طبعا كما لو أننا في يوتيوب، لكن لن يعطينا التعليقات، الوصف سوف نجده لكن التعليقات فلن نجدها. طبعا حتى تقوم بتشغيل الفيديو تضغط هنا، بعد ذلك سوف يتم تشغيل الفيديو بهذه الطريقة. الآن لا يتم تشغيل الفيديو يعني بشكل فقاعة عائمة، إذا كيف يمكننا تشغيله؟ قبل أن نشغله فبطبيعة الحال هنا سوف تستطيع التحكم في الجودة من هنا، يعني بإمكانك اختيار أي جودة تريدها على حسب الجودة التي رفع بها صاحب هذه القناة هذا الفيديو. طبعا هذا الفيديو بالفول اتش دي 1080p، لذلك أعطاني حتى 1080p. بإمكانك كذلك قلب الهاتف يعني ومشاهدة الفيديو في الشاشة كاملة أو في وضع الفول سكرين. بإمكانك كذلك من هنا التصغير، وهنا يعني سوف تضع الفيديو يعني على شكل فيديو عائم متحرك على شاشة هاتفك. بإمكانك كذلك يعني قبل يعني مشاهدة الفيديو أن تضغط هنا على بوب أب، وسوف يتم تشغيله على شكل طبعا هذه الفقاعة العائمة أو على شكل بوب أب أو بهذا الشكل العائم على شاشة الهاتف. إذا أردت التحكم في جودة الفيديو داخل هذه الفقاعة العائمة أو داخل هذه البوب أب إن صح التعبير، فسوف تضغط عليه مطولا ثم بإمكانك التكبير والتصغير. طبعا تضغط عليه مطولا في أي مكان مثلا هكذا، تكبر وتصغر. كذلك بإمكانك التحكم في الجودة الموجودة هنا في البوب أب بنفسها، يعني ليس الجودة الموجودة في التطبيق. بإمكانك من هنا اختيار أي جودة تريدها، كما بإمكانك مرة أخرى يعني بالضغط على علامة التكبير هذه أن ترجع إلى التطبيق في حال ما إذا أردت إغلاق طبعا هذه النافذة أو هذا الفيديو العائم المتحرك على شاشة هاتفك الأندرويد. طبعا سوف تعود مرة للوراء وسوف يتم إغلاق الفيديو. كما ذكرت بإمكانك الضغط على بوب أب لتشغيله بهذا الشكل. لدينا كذلك الإعدادات الخاصة بالتطبيق بإمكاننا التحكم فيها. إذا من هنا لدينا Open in Browser، بإمكانك أن تفتحه في اليوتيوب بطبيعة الحال أو في متصفح آخر على هاتفك. بإمكانك كذلك أن تقوم بتقييم التطبيق على متجر جوجل بلاي، وبإمكانك التحكم في الإعدادات من هنا. بالنسبة للإعدادات هناك مجموعة ومجموعة من الإعدادات كما تشاهدون، مثلا استخدام الاكسترنال فيديو بلاير، الفيديو بلاير الخارجي، وكذلك الاوديو بلاير الخارجي، مشغل الاوديو الخارجي. اذا لن نقوم بالتعديل على هذه. لدينا الديفولت ريزولوشن، اي الريزولوشن او الجوده الاصليه التي سوف تشاهد بها الفيديو يعني على التطبيق وليس على البوب اب.
يعني سوف تجعل هنا الجودة الافتراضية وليس الأصلية عفوا. المهم إذن هنا سوف تختار، لدينا مجموعة من الجودات طبعا إلى 1080p 60fps. بإمكانك كذلك اختيار Best Resolution حتى يعني تظهر لك بالريزولوشن الأفضل. لدينا كذلك Show Higher Resolutions أي يعني إظهار الريزولوشنز أو الجودات العالية كال2K وال4K. طبعا سوف تؤشر عليها إذا أردت ذلك، وإذا كان جهازك بطبيعة الحال يقبل ال2K وال4K أو يستطيع تشغيل فيديوهات بال2K وال4K. لدينا كذلك يعني فيديو فورمات، Preferred Video Format أي يعني صيغة الفيديو المفضلة، من الأفضل أن تتركها هكذا يعني MPEG4. كذلك بالنسبة للديفولت أوديو فورمات يعني بالنسبة لصيغة الأوديو أو صيغة الصوت يعني الأصلية بإمكانك أن تقوم بتغييرها، لكن من الأفضل أن تجعلها M4A. لدينا كذلك Use Old Player، هنا Player Gesture Controls يعني من داخل الفيديوهات سوف تستطيع التحكم في سطوع الشاشة وكذلك في الصوت يعني فقط باستخدام أصبعك يعني في الجانب إما اليمين أو اليسار. هنا لدينا إعدادات البوب أب، بإمكانك أن تختار كما ذكرت هنا الريزولوشن الخاصة بالبوب أب كما ذكرت لكم، فقبل ذلك كانت الريزولوشن الخاصة بتشغيل فيديو من داخل التطبيق، هنا بالبوب أب. إذن سوف أجعلها مثلا Best Resolution. هنا لدينا يعني تذكر المكان السابق للبوب أب وكذلك الحجم السابق لها، يعني عندما سوف تقوم بفتح بوب أب مرة أخرى سوف يتم وضعها على الشكل الذي كانت عليه في السابق أي عندما قمت بإغلاقها لآخر مرة. لدينا هنا كذلك بعض الإعدادات الأخرى الخاصة بالتطبيق وشكله وبعض الإعدادات الأخرى كذلك بإمكانك التحكم فيها. إذن إذا أردت تشغيل أي فيديو من على يوتيوب مباشرة على شكل فقاعة عائمة باستخدام التطبيق بطبيعة الحال سوف تتوجه إلى الفيديو، أو إذا كنت موجود على الفيديو الذي تريد أن تشغله، إذن مثلا سوف أتوجه إلى فيديو على قناتي مثلا هذا الفيديو، سوف أقوم بالضغط على شير، بإمكانك الضغط على بوز ثم شير، إذن سوف أقوم بعمل له بوز ثم سوف أضغط على شير. طبعا الصوت لن يظهر لكم لأنني أقوم بتصوير يعني الصورة والصوت ليس معا لكن أفرقهما، لأنني الصوت أسجله بشكل خارجي لذلك فلن تسمعوا أي شيء. يعني بالنسبة للصوت فبإمكانك التحكم فيه عبر يعني الأزرار الخاصة بالصوت بشكل عادي. إذن سوف نختار من هنا، بإمكانك يعني اختيار Floating Tube لإظهار يعني الفيديو في التطبيق نفسه، ولكن إذا أردت أن تشغله في فقاعة عائمة فيجب أن تضغط على New Pipe Pop Up هذا الخيار وليس Floating Tube. بعد ذلك سوف يتم تشغيله كما تشاهدون معي في هذه الفقاعة العائمة أو في هذه البوب أب. إذن ننتظر فقط التحميل كما تشاهدون معي. إذن بالنسبة للبيست ريزولوشن فهي يعني الريزولوشن أفضل على حسب سرعة الإنترنت لديك وليس البيست ريزولوشن أي أفضل جودة التي رفع بها الفيديو. كما تشاهدون بإمكاني أن أقوم بتكبيرها وتصغيرها طبعا بالضغط عليها مطولا، بإمكاني أن أقوم بتحريكها في أي مكان أريده، ثم عندما أخرج من اليوتيوب أريد أن أتصفح أي تطبيق مثلا سوف أدخل إلى الإعدادات سوف يبقى الفيديو مشغل على شكل فقاعة عائمة أو بوب أب كما ذكرت. كما تشاهدون أنا الآن في الإعدادات بإمكاني تحريك الفيديو، كذلك إذا دخلت إلى أي تطبيق آخر الآن فيديو مشغل وأستطيع يعني أن أتصفح التطبيقات وأدخل إلى أي نافذة. إذن كان هذا بالنسبة لهذا الفيديو، أتمنى أنه أعجبكم وأنكم استفدتم منه. طبعا رابط تحميل التطبيق موجود أسفل هذا الفيديو إذا أردتم تحميله وتثبيته. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا النقر على الزر لايك، لا تنسوا كذلك مشاركته مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب مع تفعيل زر الجرس للتوصل بكل جديدنا وكل فيديو جديد أقوم بنشره على القناة. لا تنسوا كذلك الضغط على الزر لايك لصفحتي على الفيسبوك، سوف تجدون رابطها أسفل هذا الفيديو. لا تنسوا إذا كذلك زيارتي على موقعي عبر الرابط www.zimotechnology.com. كنت معكم أنا إيهاب من قناة ومدونة زيمو للتقنية، أضرب لكم موعد في الفيديو القادم بحول الله، وإلى اللقاء.